السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. ودرسنا النهاردة درس جديد، باب جديد من أبواب الكتاب. معانا الباب الثامن، سينيالي أو بانيلي انتجراتيف، علامات إضافية أو علامات مركبة، اللافتات الإضافية أو العلامات المركبة. بانيلي انتجراتيف ده عنوان الباب الثامن. الباب الثامن يا جماعة باب طويل شوية، مليان إشارات، ولكن الموضوع سهل وبسيط، بس احنا محتاجين نركز مع بعض. وزي ما احنا قلنا ان الباب الثامن انا بعتبره كمراجعة او تذكير بالدروس السابقة بالإشارات السابقة، يعني هو هيفكرك بالإشارات والعلامات اللي احنا خدناها من الباب الثاني لغاية الباب السابع، مجرد هيذكرنا وهيفكرنا بهذه العلامات، بالإضافة إن هو هيزود اللافتات الإضافية اللي بتحدد أو بتبين الإشارة وتوضحها بشكل أفضل. نبدأ بقى على بركة الله الدرس بتاعنا، الإشارات الإضافية أو اللافتات الإضافية المركبة، البانيلي انتجراتيف. تمام كده يا جماعة، على بركة الله معانا أول إشارة النهاردة، 320 متر، 320 متر، اللي هي الإشارة الأولى، البانيل رقم A أولانية خالص اللي فوق يا جماعة، 320 متر، واللي تحتها 3.8 كيلو متر، 3 متر و 3 كيلو و800 متر، يعني تقريبا 4 كيلو متر، اللي هو البانيل رقم B. يبقى احنا هنا معانا اشارتين اتنين، علامات اضافية اللي هي الكارتيل الصغير اللي هو على شكل مستطيل، بيكون الخلفية بتاعته بيضة يا جماعة، مستطيل خلفيته بيضة، مكتوب فيها الشيء الاضافي اللي عاوز يزوده او يركبه على الاشارة. بانيل انتجراتيف، لافتات اضافية. طيب ايه لازمة الاشارة ديت، او ايه لازمة اللافتة او العلامة الاضافية اللي هو هيحطها تحت الاشارة؟ اللافتات الاضافية بتوجد تحت الاشارات، بتوجد تحت الاشارات. اي اشارات بتوجد تحتها؟ ممكن تكون اللافتة الاضافية اللي هي A، او اللافتة الاضافية B موجودة تحت إشارة من إشارات الخطر، سينيالي دي بريكولو مثلا، ممكن تكون موجودة تحت سينيالي دي بريكولو، ممكن أيضا تكون موجودة تحت سينيالي إنديكاسيوني، إشارات إرشادية، وممكن أيضا تكون موجودة تحت سينيالي دي أوبليجو، الإشارات الإجبار، ممكن يكون أيضا موجودة تحت سينيال دي فيتو، إشارات المنع، أيا كان الإشارة اللي هتكون موجودة تحتها اللافتة أو العلامة الإضافية. اللافتة اللي معانا 320 متر و 3.8 كيلو متر، معناتهم إيه الكلام ده؟ ندخل مع بعض كده ونشوف الإشارة بصورة أوضح مع بعض. هيا يا جماعة، أدي 320 متر أهي، وأدي 3.8 كيلو متر، ده الإشارة اللي معايا. يبقى الإشارة دهيت بانيلي دهوت فايدته إيه؟ زي ما إحنا قلنا سيماتنو سوتو السينيالي، لو حطوه تحت أو بيتحط تحت الإشارة الأساسية، البانيل الانتجراتيف ده يا جماعة بيتحط تحت اللافتة الأساسية سيماتي سيماتنو سوتو السينيالي بير،
بير ايه يا جماعة؟ عشان خاطر يوضح ايه او يبين ايه، بير بريتشيزي بريتشيزاريو، عشان يوضح لي ويبين لي ويحدد لي بريتشيزاريو مليو مليو إيه كويلو كي كويلو كي استابلتش كويلو دي استابلتشي دي السينيالي، يعني الاشارات الاضافيه بتتحط تحت البانيل الاشاره الاساسيه بحيث توضح وتبين الاشاره الاساسيه بشكل افضل، وبتحدد او تبين الفكره بتاعتها او معناها بصوره واضحه. هنا عندي الإشارة الأولى اللي هي من إشارات الإجبار، سينيالي دي بريكولو إشارة خطر. عند الكارتيلو الثاني سينيالي دي إنديكاسيوني إشارات الإرشاد، خد بالك من شكل الإشارات. عند الإشارة الثالثة سينيالي دي أوبليجو إشارات المنع، وفي عندي كمان الإشارة رقم 4 سينيالي دي فيتو إشارات المنع. وبعد كده عندي أشكال أخرى من إشارات الخطر سينيالي دي بريكولو. لو الإشارة الإضافية اللي هي المستطيل اللي خلفيته بيضة موجودة تحت أي واحد من دولت، لو البانيل الاولاني اللي هو 320 متر موجود تحت اي اشاره من دول يا جماعه ماذا يعني، او لو التري فيرجولا اوتو كيلو متر موجود تحت اي واحد من السينيال ده ماذا يعني؟ هنجيب الاشاره الاساسيه ونشوف معناتها ايه. اهي معانا اهوت، ادي الاشاره اللي معانا اهي يا جماعه. 320 متر لو جوم تحت سينيالي دي بريكولو إشارة الخطر اللي هي قدام مني المثلث الأحمر اللي خلفيته بيضة، مثلث حواف حمراء خلفيته بيضة في قلبه الخطر. لو جيت تحت منه الإشارة اللي هي 320 متر مثلا تحت دي، بيقول لي ايه بقى دي تعني ايه؟ بيقول لي ان خد بالك خد حذرك بعد 320 متر في اون كيرفو بريكولوزو ايه يا جماعة ديسترا، هيقابلك منحنى خطير على اليمين. بعد كام؟ بعد 320 متر، يعني 320 متر ديت هي المسافة اللي بتفصلنا من نقطة المتواجدة فيها لحد الإشارة. من أول ما نشوف ال 320 متر دهيت يا جماعة نعرف إن ديت المسافة اللي بتفصلنا عما حددته الإشارة. وبتكمل ايه معنى يعني 320 متر يوجد منع او اجبار او خطر او ارشاد، يعني المسافة بين الاشارة ونقطة الخطر. 320 متر ده هي المسافة بين الاشارة لغاية لما اوصل للخطر محتاج امشي كام، او المسافة كام؟ 320 متر. يبقى ال 320 متر دهيت معناتها بقول لك خد بالك بعد 320 متر هيقابلك كيرفو بريكولوزو ديسترا. طب لو جيت لرقم بي، لو جيت الاشاره رقم بي، يبقى معناتها يا جماعه ال 3 فيرجرا اوتو كيلو متر، معناتها بنقول لك ان بعد 3 كيلو و800 متر او 3 فيرجرا اوتو كيلو متر في هيقابلك خطر اللي هو كيرفو بريكولوزو ديسترا. يبقى العلامة ديت اللي هي فيها المسافات 320 متر و 3 فيرجولا اوتو اللي هي علامة الدستانسة المسافة، علامة الدستانسة المسافة. يبقى أول إشارة دستانسة المسافة.
لو جت لي ال 320 متر تحت بانيلي تحت الاشاره الارشاديه، العلامه الارشاديه سينيالي انديكاسيوني، اللي هو يا جماعه الاشاره ديت بتفكرني بايه؟ اللي هي الخلفيه بتاعتها الارانشوني ديت، اللي هي سكولا بوس، سكولا بوس اللي هي الموقف بتاع الحافلات المدرسيه. لو جت لي تحتها 320 متر افهم منها ايه؟ افهم بيقول لك ان خد بالك هيقابلك بعد 320 متر لاما تكون مدرسه او مكان بيتواجد فيه الاطفال او حافله مدرسيه او موقف للحافلات المدرسيه، ايا كان الخطر او الحاجه اللي هتقابلك بعد المسافه 320 متر او بعد 3.8 كيلو متر. لو جت لي البانيل الاضافي تحت علامه الاجبار سينيالي دي اوبليجو، يعني عاوز يقول لك رهوت الاشاره دي يا جماعه سينيالي دي اوبليجو او سينيالي بريسكريسيوني، معناها ديريسيوني اوبليجاتوريو ديسترا، ديريسيوني اوبليجاتوريو ديسترا اتجاه اجباري ناحيه ايه يا جماعه؟ ناحيه اليمين. هيقابلك بعد 320 متر اتجاه اجباري على اليمين، هيقابلك بعد 3.8 كيلو متر اتجاه اجباري على اليمين لو جت الاشاره رقم ايه او البانيل ايه او البانيل بي، تمام كده؟ لو جت لي تحت اشاره المنع سينيالي ديفيتو سينيالي بريسكريسيوني ايضا، جت لي تحت الاشاره ده يا جماعه اللي هي ايه بتقول لي ايه ديت؟ سينسا فيتاتو ممنوع، ممنوع الدخول، سينسا فيتاتو ممنوع الدخول الطريق سينسا اونيكو. جت لي بعدها تحت منها قال 320 متر في سينسا اونيكو، طريق سينسا اونيكو او في سينسا فيتاتو او 3.8 كيلو متر سينسا فيتاتو ممنوع الدخول لو جيت تحت اشاره المنع. طيب لو جيت لي تحت السينيال ده يا جماعه اللي هي مكتوب لها هي 320 متر تحت السينيال ده، ماذا تعني هذه الاشاره؟ الاشاره ديت اللي هي المثلث اللي حواف حمراء وخلفيته بيضاء يا جماعه وفيها صوره المطبين اللي في الصوره دولت، معناتها ايه الاشاره ديت؟ ماذا تعني هذه الاشاره؟ السينيال ده يا جماعه سينيال دي بريكولو، قول سينيال دي بريكولو معناتها ايه؟ معناتها استرادة دي فورماتا، طريق غير مستوي او غير ممهد، استرادة دي فورماتا طريق غير مستوي او طريق ممهد غير ممهد. بيقول لي ان في بعد مسافه، بعد ما تمشي مسافه 320 متر هيقابلك طريق غير مستوي او طريق متكسر او طريق غير ممهد بعد 320 متر استراده دي فورماتا. طيب لو جت لي تحت البانيل او الاشاره اشاره الخطر ديت يا جماعه بانيل سينيال دي بريكولو اشاره الخطر اللي هي مكتوبه تحتها 3.8 كيلو متر 3.8 كيلو متر، افهم من كده ايه؟ افهم من كده ان هو بيقول لي بعد 3.8 كيلو متر في عندك خطر. ايه هو الخطر؟ الخطر هو دوبيو كيرفو لابريما اديسترا، دوبيو كيرفو لابريما اديسترا اللي هيقابلك منحنى مزدوج، الاول هيكون على ايه يا جماعه؟ على اليمين، الاول هيكون على اليمين، دوبيو كيرفو لابريما اديسترا بريكولوزو ديت الاشاره الاولى او العلامه الاولى من البانيلي دي انتجراتيفو اللافتات الاضافيه. يبقى اللافته الاضافيه عندي جت لي تحت مجموعه من الاشارات انا درستها قبل كده ولابد انني اعرف معناها. لو جت لي تحتها الآ، لو جت لي تحتها الآ يعني بعد 320 متر المسافه اللي هتفصلني عن النقطه اللي موجوده فيها الخطر من اول ما بشوف الاشاره دهيت يا جماعه اللي تحتها 320 متر، يعني 320 متر هيقابل الخطر. لو جالي الكارتيلو التحتاني ده يا جماعه 3.8 كيلو متر اعرف ايضا ان الخطر متواجد على بعد مسافه 3.8 كيلو متر. الخطر ده عباره عن ارشاد او يكون خطر بريكولو او يكون اوبليجو منع او يكون ديفيتو او يكون اوبليجو اجبار او ديفيتو منع. المفروض ان احنا اللي انت تكون عارف اسماء الاشارات ديت
لان زي ما قلت لك هناخد درس جديد بانيلا انتجراتيفو، بالاضافه اللي احنا هنلقي نظره على ما تم دراسته، هنفكر بعضنا بالاشارات عشان يكون ممكن يكون بعضنا نسى ماذا تعني هذه الاشارات. الاولى سينيالي دي بريكولو كيرفو بريكولوزو ديسترا، الثاني سينيالي انديكاسيوني سكولابوس، الثالث سينيالي دي اوبليجو ديريسيوني اوبليجاتوريو ديسترا، سينيالي دي بريسكريسيوني، الرابع سينيالي دي فيتو اشاره المنع سينسا اونيكو، ايضا سينيالي دي بريسكريسيوني، الاشاره رقم 5 سينيالي دي بريكولو استرادا دي فورماتا، والخمسة أو الستة يا جماعة دي سينيال دي بريكولو أيضا دوبيو كيرفو بريكولوزو لبريما ديسترا الأول على اليمين. ده بالنسبة للديستانسا اللي هي المسافة. الإشارة مفيش فيها حاجة سهلة يا جماعة، هي مفيش فيها أي مشكلة بالنسبة للإشارة، مش محتاجة منك بس اللي انت تعرف ان 320 متر و 3.8 كيلو متر. لو جيت لك تحت اي اشارة تعرف ان هي المسافة، المسافة اللي بتبعدنا عن الاشارة من نقطة ما بتشوفها لغاية الخطر، هي ديت المسافة اللي انت هتقطعها عشان توصل الى نقطة الخطر، تمام كده؟ وطبعا لو جالنا اي اشارة اي سؤال على الجزئية دي وقال لي البانيل انتجراتيفو دي يا جماعة اللي بتحدد لي المسافة اللي بديستانسا المسافة، اقول له فيرو، خد بالك من كلمة المسافة اللي هي 320 متر و 3.8، لان هيجي لنا علامة اخرى برضو الى حد ما مشابهة لهذه العلامة. ندخل على الإشارة الثانية، السينيال الثاني اللي معانا من بانيل انتجراتيفو معانا هي يا جماعة نفس الحكاية بالظبط، زي ما أنا قلت نفس الحكاية بالظبط، بس لازم تنتبه للسهمين اللي على اليمين واللي على الشمال. السهمين يا جماعة اللي رأسهم لفين؟ لفوق، نفس العلامة بالظبط، زودت عليها سهم على اليمين وسهم على الشمال. 380 متر برضه هي نفسها البانيل 380 متر، مفيش مشكلة. و دو فيرجولا اوتو كيلو متر برضه، وجنب منها السهمين. كانت اللي فاتت كانت 3 فيرجولا اوتو، دي دو فيرجولا اوتو مفيش مشكلة، بالنسبة للأرقام مفيش مشكلة، المهم إن أنا أخد بالي من السهمين اللي على اليمين والشمال. لما يجي لك البانيل زي ده هو اللي فيه السهمين على اليمين والشمال، أوعى تتلخبط وتقول إن بعد 380 متر هيقابلك خطر مثلا، لأ مش الكلام ده، مش مظبوط. أمال دي يا جماعة الإشارة دي اسمها إيه؟ استيزا. استيزا ديت اللي هي المدة، اللي هي المدة يا جماعة، او المدة اللي انت هتمشيها علشان نوصل للخطر. مثلا هي 380 متر وفي السهمين هما اللي على اليمين وعلى الشمال، البانيل ايه والبانيل بي، في عندي دو فيرجولا اوتو كيلو متر، وفي عندي برضو السهمين اللي هم راسهم لفوق. يبقى تعلم الإشارة ديت يا جماعة البانيل انتجراتيف اللي هو ده هوت اللي هي الاستيزا، تعلم عن المسافة التي تطبق فيها الإشارة، يعني طول ال 380 متر هي ديت الحيز اللي هيتطبق في الإشارة، مش بعد 380 متر هيقابلك خطر أو هيقابلك إجبار أو هيقابلك منع أو هيقابلك إرشاد، لا يا جماعة ده بالنسبة لديستانسا الإشارة السابقة يمشي الكلام ده، لكن بالنسبة للإشارة اللي معايا اللي هي ديتشيزا اللي هي الإشارة اللي معايا اللي هي 380 متر و2 فيرجولا متر، استيزا ديت يا جماعة اللي هي
بيقول لي ان الحيز او المسافة كلها دي كلها على بعضها، ال 380 متر كلها على بعضها، هي ديت كمان النقطة كلها على بعضها من السهم اللي على اليمين الى السهم على الشمال، النقطة اللي في النص ده كلها، المسافة اللي في النص دي كلها هي ديت نقطة الخطر او نقطة الاجبار او نقطة المانع. 380 متر المسافة دي كلها اللي على بعضها دي كلها من السهم ده للسهم ده 380 متر، اللي هتقابل فيه لا اما هتقابل فيه كيرف بريكولوزا، هتقابل فيه ممنوع التجاوز، هتقابل فيه السرعة المحددة لك، هتقابل فيها ايا كان الاشارة. يبقى هنا تفرق ان بين السهمين هي ديت المسافة اللي فيها الخطر، طول المسافة كلها على بعضها. و 2.8 برضو كيلو متر هي برضو طول المسافة كلها على بعضها اللي محصورة بين السهمين اللي على اليمين واللي على الشمال. ناخد بالنا من البانيل ده يا جماعة اللي فيه السهمين، لان ده مختلف عن اللي فات، ما نلخبطش بين الاتنين. يعني مثلا هنا على سبيل المثال في الصورة الاولى اللي هي مكتوب فيها الكارتيلو المربع اللي خلفيته زرقاء وفي كلمة 60 سيسانتا، بيعني ايه يا جماعة الاشارة ديت؟ لو جت لي تحتها علامة A أو B، العلامة الإضافية A أو B، أو اللي جنبها مثلا البانيل السينيال دي فيتو لو جت تحت منها A أو B، أو البريكلو أيضا لو جه تحت منها A أو B، ماذا يعني؟ قلنا اللي هي تري أوتانتا، تري تشينتو أوتانتا متر، أو دو فيرجولا أوتا متر، أوتو كيلو متر، تعلم البانيل الانتجراتيف ده عن المسافة التي تطبق فيها الإشارة، المسافة اللي بتطبق فيها الإشارة كلها على بعضها 380 متر أو كلها على بعضها 2.8 كيلو متر. يبقى مثلا تعلم عن طول الخطر، عن طول الخطر أو طول المنع أو طول الإرشاد. البانيل رقم إيه بيقول لي اللي هو بين السهمين وفيهم في النص 380 متر، عايز يقول لي ان طول الخطر او طول المنع او طول الارشاد هو 380 متر، وبعد كده بينتهي الخطر وبينتهي المنع وبينتهي الارشاد. التانية ال 2.8 كيلو متر برضو نفس الحكاية، عايز يقول لي طول الاشارة كلها على بعضها اللي فيها الخطر او المنع او الاجبار او الارشاد فيها هتمشي المسافة 2.8 كيلو متر، دي طول الطريق اللي فيه المشكلة أو فيه العطل أو فيه الخطر. يعني هنا بالنسبة للسينيال الأولاني اللي معايا، سينيال إنديكاسيوني فولوشيتا كونسولياتا، فولوشيتا كونسولياتا اللي هي السرعة المنصوحة بها اللي هي 60، لو جت لي تحت منها 380 متر، يعني بيقول لي طول المدة دي كلها هي بننصحك انك تمشي بالسرعة 60، 380 متر. جيت تحتها البانيل بي، يبقى طول الخط اللي انت هتمشيه بسرعة 60 2.8 كيلو متر، هتمشي المدة دي كلها على السرعة اللي هي بنصحك بها اللي هي 60 كيلو متر في الساعة. لو جيت تحت البانيل إشارة المنع سينيال دي فيتو أو سينيال دي بريسكريسيوني، جيت تحت منها 380 متر أو جيت تحت منها 2.8 كيلو متر، معناتها يا جماعة إن ممنوع التجاوز في المسافة 380 متر، طول المسافة دي كلها ممنوع التجاوز، فيتاتو سورباسو، أو على طول 2.8 كيلو متر، طول المسافة دي كلها على بعضها ممنوع انك تعمل سورباس وتعمل تجاوز. يعني بالبلدي كده بالمعنى العام انا هجيب الاشارة واحطها في النص البانيل اللي ده يا جماعة، يبقى محصورة الاشارة ديت بين السهمين وبين المسافة اللي مكتوبة، بس كده خلاص. احط ممنوع التجاوز في النص هنا، يبقى بين الخطين ده هم 380 متر، بعد ما ينتهم خلاص مسموح لي انني اعمل السورباس او اعمل التجاوز. مثلا
الإشارة الأخرانية اللي هي سينيالي دي بريكولو إشارة الخطر، سينيالي دي بريكولو إشارة الخطر، دوبيو كيرفو لا بريما ديسترا أيضا برضو بيقول لي إن المسافة اللي فيها الخطر، المسافة اللي فيها المنحنى المزدوج اللي الأول على اليمين، طولها طول المنطقة اللي فيها الخطر ده يا جماعة دو فيرجولا أوتو كيلومتر، دو فيرجولا أوتو كيلومتر هي المسافة اللي فيها الخطر موجود، تمام كده. برضو ده السينيال ده برضو يا جماعة سينيال مهم مهم، البانيل الانتجراتيف ده مهم ناخد بالنا منه ونفرق بين السينيالي الإشارة اللي فيها السهمين واللافتة الأخرى اللي هي بدون أسهم، اللافتة الأخرى بدون أسهم ناخد بالنا ونفرق بين الاتنين، الأولى اللي هي بدون السهم اللي هي هنمشي مسافة 380 متر أو هنمشي مسافة 2.8 كيلومتر لغاية ما أوصل لنقطة الخطر، ماشي. لكن الإشارة اللي هي فيها السهمين بيقول لا، هي طول الخطر على بعض المنطقة اللي فيها القلق أو الكازينو أو الخطر أو أيا كان، طولها على بعضها المسافة دي كلها هيكون 380 متر أو 2.8 كيلو متر، تمام كده يا جماعة. يبقى الموضوع بسيط مفيش أي مشكلة، إحنا بس بناخد بالنا من العلامة الإضافية اللي موجودة تحت الإشارة، لأن العلامة الإضافية اللي موجودة تحت الإشارة بناء عليه هقدر أحل السؤال إذا كان فيرو ولا فالسو. هنكتفي بالإشارتين دول النهاردة، وإن شاء الله الدرس القادم هنكمل بقية السينيالي دي انتجراتيفو أو البانيلي انتجراتيفو، وموضوعنا هيكون عن فاليداتا اللي هي صلاحية الإشارة أو أوقات الإشارة، ده هيكون العنوان بتاعنا إن شاء الله يا جماعة، ده السينيالي اللي معانا بكرة بإذن الله. حتى ألقاكم في درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.